السلام عليكم خوتي، فيديو جديده كالعاده اللي نهضروا عليها على الرياضه الجزائريه ونمدوا اخر الاخبار. السوجي تاع اليوم كاين زوج، على بالكم كاين زوج. برومي سوجي هو دريس مسعود في الالعاب الاولمبيه حدث الساعه، والدوزيام سوجي نهضر على ليكيب ناسيونال الجزائريه تاعنا، الفريق الوطني الجزائري تاعنا تاع الرجبي اللي يلعب نهائي كاس افريقيا. خوتي نهائي كاس افريقيا. نبدا بالبرومي سوجي، الالعاب الاولمبيه. خوتي دريس مسعود جيدوكا تاعنا من اقل من 73 كيلوغرام، ملي كنا تاكلين عليه ودايرين كيما نقول لك امال، معلقين عليه امال كبيره باه يربحنا بميداي اولمبيك. بصح شاءت الاخضر وطاح في القرعه مع مصارع بني كلبون خاوتي، ما كان له نقول اسمه. ما نقول لكم القرعه مشكوك فيها ولا ماشي مشكوك فيها، مي صرا وصرا وطاح في البروميتور خاوتي، مزهر طاح من البروميتور معاه. وعلى بالكم حنا خاوتي الجزائريين عندنا مبادئ اني في الخساره خاوتي، ام البكري مع هاد الدوله حتى ما يشدوا لك كيما يقول لك، مع هاد العباد ما نقيموهمش، كون ما نطيحوا معاهم نسحبوا خاوتي ونقعدوا في المبادئ تاعنا. والحمد لله الراس الجزائري توجور مرفوع ان شاء الله، وتكون هذه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يشهدوا لنا عليها الناس خاوتي باللي حنا قضيه تكون قضيه كيما يقول لك مقدسة، نقولوا مقدسة معاها وحتى ونخسروا ونخلصوا غالي. اون توكا دريس مسعود راجل كيما يقول لك خسر صح، ما تأهلش الا غالب، بصح ما ربح، ماشي خسر ميدالية ذهبية ولا فضية ولا برونزية، بصح ربح 40 مليون ميدالية حب الجزائريين وحب الفلسطينيين خاوتي. هذه هي القضية قبل كل شيء. فوالا دريس مسعود ما تكاليفاش للدور الثاني، ما نقولوش انسحب، ها هو ثاني شوية قلنا لكم أقل من 73 دريس مسعود تروح توزن روحك أكثر، ها هو كليت الطعام أصاحبي، كليت الطعام وضربت البنة صاحبي ونسيت روحك، ميدالية خاوتي لي جوز أولمبيك، خاوتي لي جوز أولمبيك تخليها كيما هاك، ما تهبلناش خاوتي والله الحرام، ضيعت لنا ميداي، زين خسرت ميداي على جاتك، والله العظيم وفهم الفهم، راجل ونص خاوتي، والله العظيم ما خسرت، معليش خسرت. على بالنا على بالكم خاوتي، كل رياضي جزائري خاوتي يحلم، ولا كل رياضي في العالم يحلم في الالعاب الاولمبيه يربح يشارك ويمثل بلاده ويرفع الرايه الوطنيه، سورتو حنا الجزائريين الرايه الوطنيه الجزائريه، وكنا كاتلين باه يدير حاجه. مي لي برانسيب قبل كل شيء خاوتي، من البرانسيب قبل كل شيء خاوتي، والله العظيم هادي وهاداك وراك طلعت في ليستيم، ماشي غير الجزائريين تاع الناس على بال. مبادئ خاوتي ان شاء الله يا خويا، مازال جون 20 ولا 22 سنة خاوتي، مازال لافيني القدام الحمد لله. كان هاد الخطرة كان حيلي ولا الفيدرالية الجزائرية عرفت كيفاش تدير هاد الخطرة، عطاك ما لازمش ننساو خاوتي فتحي نورين في 2021 في الألعاب طوكيو خاوتي، اللي تاني هو طاح مع بني كلبون خاوتي وقرر ما يشاركش، قال لهم مانيش مع ما نطبعش أنا مع بني كلبون خاوتي، وعاقبوه مسكين، خلصها فريمون غالية. لازم الناس تفهم بلي حنا كي نديرو حاجه معليش تما نخلصو، بصح المبادئ قبل كلشي، خلصها غالي ضربوه ب 10 سنين خاوتي سيسبونسيون، تما الكارير تاعو راحت، نجمو نقولو الكارير تاعو راحت خاوتي. باسكو علاش ما فيهاش غير لي جيز اولمبيك، فيها موراها لي ميتينغ، فيها لي شامبيونا دو موند، فيها دي الكارير تاعو نجمو فيها، راهي دراهم خاوتي، راهي دراهم، راهي ماشي غير هو، راهي العائله، راهي كل الاسره تاعو كل فيها بزاف صوالح، خلصها غاليه بصح في المبادئ ان شاء الله، بالمبادئ تاعنا خاوتي ان شاء الله برك كما يقول السلطات ما ينساوهاش، و في سبيل الوطن وفي سبيل الاخوه خاوتي. اون توكا كما قلت لكم دريس مسعود دار حاجه مليحه، قدم روحو يا خويا، قدم روحو بصح كلا الطعام صاحبي، كمل ما عمرها غير الطعام والحاله وكل شيء خاوتي، فات الميزان تاعو، كي تفوت الميزان تاعك راك اكثر من الميزان ما يلزم، ما ديسكاليفي خاوتي الا غالب، له الشكر خاوتي. معليش المره الجايه خاوتي هادي الريجيم، بلاش مسعود دير الريجيم ها ولي دوارنا صاحبي، دير الريجيم صاحبي، ولك كيما يقول لك ها حقك، الحمد لله ان شاء الله برك ما يتعاقبش، هي نورمالمون ما يتعاقبش، بصح ما تنساوش راني يعني قعدت نبحث في الانترنت، ابني كلبون تاني راهم دايرين راهم وراه، وقال لك كيفاش يديرها، والجزائريين دائما كيما هاك ولازم يتعاقب ولازم يدير وموراه، بصح خاوتي الغالب سمن وش حد سمن
سير بوا مالا ما عنده ما يدير. اون توكا هادي هي خاوتي دريس مسعود مازال لافينيل قدامو ان شاء الله يا خاوتي. مازال كاين لي جوز اولمبيك واحد اخرين مازالو صغير يدير كارير مليحه خاوتي ان شاء الله برك في القرعه الثانيه. ما القرعه ما نعرفش كيفاش راكم تخرجوا فيها ورينا نشوفوا القرعه اون ديريكت. هادي هي خاوتي. دونك نروحو لدوزيام سوجي. دوزيام سوجي خاوتي نهضر على ليكيب ناسيونال تاعنا تاع الريبي خاوتي اللي لعبوا لا فينال كونتر موزمبيك وخسروا مالوريزمون خسروا في لا فينال خاوتي. ميدالية فضية حاجة مليحة خاوتي بور كيما نقولو دولة وطن خاوتي. سي بتيت ما عندناش بزاف ملي راه الروغبي عندنا ليكيب ناسيونال تاع الروغبي. المرة الأولى لعبوا لا بروميير فوا اللي لعبوا الكارد دو فينال عندها عامين ولا ثلاث عندها عامين لعبوا الدومي فينال. درت لكم عندي نعاودها درت لكم فيديو مي كانوا يونطرينيو هنا خالتي وهضرت معاهم ناس يا خالتي متواضعه وكل شيء ولعبوا الدومي فينال بنقص امكانيات. ما تنساوش نقص امكانيات هاد الخطره خالتي. الجزائر الحمد لله السلطات عطاوهم شويه امكانيات لعبوا الفينال خالتي. ما لازمش نساو ما فيهمش لي جوار بروفيسيونيل معظمهم سيمي بروفيسيونيل يلعب في ان كلوب ويروح يخدم جهه واحده اخرى خالتي. تخيل كون عندنا خاوتي تسمى السلطات تحط لو باكي خاوتي. مال رانا نولو من المخيرين في لافريك المخيرين تاع العرب خاوتي. اعطيها من الشرق للغرب حنا برك رانا تما نطيقو نروحو بعيد نطيقو نشاركو في كاس العالم. ما نقولكمش نديرو حاجه ولا ليك ناسيونال تاع الفوتبول تاني بدات بشويه شوفو رانا درك الركب تاع الركبي خاوتي راهو كاين بزاف لي يمارسو الركبي سورتو هنا في الاوروب سورتو هنا في السود تاع فرنسا كاش سين كولتور تاع الريبي خاوتي. وممكن تما نرفدوا الراية الجزائرية خاوتي والله نرفدوا الراية الجزائرية. هذا والله كل الشكر ليهم خاوتي خاطرش علاش داروا ان بون باركور بنقص الامكانيات برك حب الوطن خاوتي. والله يحبوا الوطن يحبوا لاجيري دائما يخمو في لاجيري بور لامور دو مايو. ان شاء الله برك لي زوتوريتي ان شاء الله يزيدوا يعاونوهم نعطوهم حاوتي تسمى نزيدوا لهم تسمى نعطوا الامكانيات وما مش محتاج كيما نقول لكم هنا في اوروبا خاطي ما محتاجين كي كون تشوفوا كيفاش يقول لي زانترفيو اللي دارهم لي جوار قال لك كانوا طيب كنا هاك بانوا شامبيون دافريك خاوتي. حتى وفي ناس تاع كوب دافريك حاجه كبيره خاوتي واش عندهم كلشي كنا قريب قالهم كنا طايقين نربحوا بصح لا غلب. ما تنساوش نقص الخبره نقص الخبره انترناسيونال خاوتي خاطرش هادو كيما يقول لك ناميبيا وموزمبيك هادو كلشي ما نهضروش على لافريك دي سود خاوتي ما نهضروش على لافريك دي سود بل هادو تاع القاره السمراء تاع السود لا كولتور تاعهم هما الروغبي خاوتي. ها بداك شوفوا وصلنا لا فينال خاوتي وصلنا لا فينال برك نعطيهم شويه امكانيات دي تورنوا يلعبوا يروحوا والله يروحوا بعيد خاوتي نروحوا بعيد والراية الجزائرية تترفع خاوتي. ورانا تسمى ان شاء الله العام الجاي خاوتي هم قالوها العام الجاي كان لا كوب تاني كان نوطر كوب دافريك خاوتي يديروا كوب دافريك هادي اللي تأهل لكاس العالم خاوتي. ان شاء الله الا ربحنا وطلعنا وروحنا لكاس العالم ايماجيني كيف ناسيونال تاعنا خاوتي تلعب كوط لي اول بلاك نخسروا معليش لازم تحط رجلك نخسر معليش مع لي اول بلاك خاوتي بصح لعبنا. ولا تلعب كونتر لافريك دي سود خاوتي هادو كاع لي هادو كيما يقول لك لو تورنوا يديروا كاع لي تورنوا ديستيناسيون هادو ما يلعبوش لي زيمناتور كيما يقول لك. كاين لافريك دي سود في لافريك كاين لي اول بلاك في لوروب كاين فرنسا كاين لونجلتير كاين ليرلاند خاوتي كاين لي بون كاين في لامريكا دي سود كاين لارجنتين كاين طاليان بون هادو شويه اقل كاين جابون خاطر كاين بون المهم بون هادو ماشي تاع التورنوا دي سي ناسيونال انا دخلتها شويه خلطتها شويه معليش في التورنوا دي سي مي بون خاوتي ننجمو نشاركو ننجمو ندو كيما يقول لك ليكسبيريونس خاوتي برك لازم نتهلاو فيهم. واش نقول لكم خاوتي تهلاو في روحكم ان شاء الله حتى لا بروشين فيديو. ها هي دريس مسعود بارك الله فيك المبادئ قبل كل شيء برك ان شاء الله برك الناس يشاهدوا لنا بلي حنا مع القضيه الجزائريه والقضيه الفلسطينيه خاطرش ما تنساوش اللي قلت لكم البعثه الجزائريه اللي رمات الورود خاوتي في فلاسين على ذكرى الشهداء الابرار. هذه خاوتي كل ورده بميداليه ذهبيه لنا حنا لي زالجيان. تحيه الجزائر والسلام عليكم خاوتي ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.